أغراض العودة للمدارس يا أهل العامرات وبأفضل الأسعار، وين راح تلقونها؟ بعد وادي عدي، أول ما توصل أول دوار في العامرات مباشرة إيك مول مارت العامرات، هني تلقونها. نبدأ يا أهل العامرات في أسعار أغراض المدارس. بوكس الأكل على 250 بيسة، مبطارات الماي على 350، مبطارات الماي الكبيرة على 525، والحجم الكبير على 525. معقولة هالأسعار؟ قطعتين مال الأكل ومال الماي ومنهم كميات مختلفة على 525 القطعة. الألوان 24 حبة 525. شوفوا انتوا الأسعار، هذا طقم ب 250 بيسة في هذا القسم، ولادي أو بناتي الشنطة 525 بيسة. أسعار مختلفة، اختاروا الشنطة اللي تبونها. طاولة المذاكرة الصغيرة ب 525 والكبيرة ب 900 بيسة. معقولة في مول مارت العامرات؟ معقولة. على ورحين نروح للأغراض الثانية اللي عليها أسعار تنافسية. نكمل. أربع حبات ألمنيوم ب 575، كيلو نص صفرة وكيلو نص زبالة كرمون ب 450، ست علب مطهر الأرضيات ب 700 بيسة، ست حبات غسيل اليد 850. هذولا ما سندويكات، هذولا سباحات لحمام السباحة 525 متر ونص. كرتون أوريو 850، كرتونين نحول اللي يحبوها اليهال هذا الكيك ب 690، كرتونين سبادا بريال و 250.